أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الحديث في هذا اليوم في إثبات التوحيد. لقد مرت الروايات في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وشرحناها بشكل مختصر. وأما اليوم فالحديث السادس من أحاديث باب حدوث العالم من الكافي الشريف. هذا الحديث يتضمن استدلال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام على ثنوي. هناك بعض الأديان تعتقد بإلهين اثنين، مثلا المجوس يعتقدون بإله الخير وإله الشر، وهناك أديان أخرى تعتقد بإلهين أو أكثر، والنصارى طوائف منهم يعتقدون بالتثليث، يعني يعتقدون بآلهة ثلاثة. فهذا الحديث هو في كلام بين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وبين رجل آخر من الملحدين أو من الثنوية. هذا الرجل يسأل الإمام: بعد أن أثبتتم وجود الله سبحانه وتعالى بدليل الآفاق ودليل الأنفس وبرهان النظم وما إلى ذلك، فكيف تثبتون بأنه إله واحد لا شريك له؟ طبعا قد يتصور البعض أن الأصنام هم شركاء، أو يتصور أن بعض البشر هم شركاء، فسخافة هذا الكلام وبطلانه واضح جدا. لكن قد يأتي شخص ويدعي بوجود إلهين اثنين، لا يقول إنها الأصنام ولا من البشر، وإنما إلهين من سنخ واحد، أحدهما إله الخير والآخر إله الشر. أو يمكن أن يدعي أحدهم أن كليهما إلهان للخير مثلا، فكيف يمكن جواب هذه الشبهة؟ طبعا القرآن الكريم تطرق إلى جواب هذه الشبهة: وما كان معه من إله، في سورة المؤمنون الآية رقم 91. وما كان معه من إله، يعني لا يوجد إله آخر. إذن يعني لو كان إله آخر لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. الآية: وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. ولتوضيح هذه الآية وتفسير هذه الآية نحن بحاجة إلى ذكر مقدمة. المقدمة أن الشيء ينقسم على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون ممكن الوجود، ممكن الوجود بمعنى أنه إذا تحققت علته يتحقق ذلك الشيء، وإن لم تتحقق علته لا يوجد. الآن الحرارة لها علة، الحرارة ممكن الوجود. إذا كان شيء يوجد الحرارة كالنار مثلا أو الحركة فالحرارة توجد، وإذا لم تكن النار ولا الحركة مثلا فالنار لا توجد. الإنسان إذا كانت علة لوجوده يوجد،
يتزوج رجل بامرأة ثم يولد طفل، وإذا لم تكن هذه العلة لوجوده لا يوجد هذه الصناعات وهذه الأبنية وهذه الأمور التي صنعها البشر. هذه ممكنة الوجود، وجدت علتها فوجدت، وأشياء كثيرة لم توجد لأنها لم توجد علتها فلا توجد. هذا يعبر عنه بممكن الوجود، يعني في مرحلة ذاته قابل للوجود وقابل للعدم. وكما يعبر العلماء، الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، بمعنى أنها قابلة للوجود وقابلة للعدم. إن وجدت علتها وجدت، وإن لم توجد علتها لم توجد. القسم الثاني ما يعبر عنه بواجب الوجود، أو نعبر عنه بضروري الوجود، يعني الشيء الذي وجوده ضروري لا يعقل أن لا يكون موجودا، وهذا الشيء ليست له علة. لماذا؟ لأنه لو كان له علة كان معنى ذلك أن لا يكون ذلك الشيء موجودا، فلما تحققت علته تحقق ذلك الشيء. زين، إذا لم يكن موجودا في زمان ثم وجد فهذا لا يكون ضروري الوجود، لأنه مسبوق بالعدم. فبناء على ذلك القسم الثاني ما هو ضروري الوجود، واجب الوجود. وقد ذكرنا في بحوث ماضية أن ببداهة العقل لا يمكن أن نعتبر هذا العالم وليد الصدفة، وإنما نحن بين خيارين: إما أن نقول إن هذا العالم قديم لا علة له وليس وجد من العدم، وإما أن نقول إن لهذا العالم خالقا هو القديم. وقد ذكرنا أن هذا العالم لا يعقل أن يكون قديما. لماذا؟ لأنه متغير، والتغير معناه زوال صفة وحلول صفة أخرى، مكان تلك الصفة وزوال ذات وحلول ذات أخرى مكانها. فإذا كان الشيء ضروري الوجود لا يمكن أن يطرأ عليه العدم، لأن وجوده ضروري. فبناء على ذلك لا يمكن أن تكون هذه الدنيا وهذا الوجود الذي نراه قديما. فيبقى خيار واحد فقط، وهو أن يكون القديم شيء آخر هو الذي أوجد هذا العالم، وذلك هو الله سبحانه وتعالى. وواجب الوجود الذي وجوده ضروري ينحصر في الله سبحانه وتعالى، وهذا ما سنتطرق إليه في شرح هذا الحديث الشريف. القسم الثالث ممتنع الوجود، بمعنى أن عدمه ضروري، يستحيل أن يوجد ذلك الشيء، يعني ليس له قابلية للوجود، فلا يمكن أن تكون هناك علة وجوده. مثلا الشريك لله سبحانه وتعالى، الشريك لله هذا محال ذاتا، يستحيل ذاتا أن يكون هناك شريك لله سبحانه وتعالى. وهذا ما يعبر عنه بممتنع الوجود. أو اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين يعني شيء واحد في الوقت نفسه يكون موجودا ولا يكون موجودا، هذا أيضا محال ذاتي، لا يمكن أن تكون هناك علة توجد النقيضين، بمعنى أن يكون الشيء الواحد موجودا في وقت وفي مكان إلى آخر شروط التناقض، في وقت وفي زمان واحد، وأن لا يكون موجودا، وهذا محال ببديهة العقل. فأقسام الوجود ثلاثة: واجب الوجود، ممكن الوجود، ممتنع الوجود. بعد اتضاح هذه المقدمة نأتي إلى استدلال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لإثبات التوحيد ونفي الشريك، وهو استدلال مقتبس من الآية الشريفة التي تلوناها.
أنت تقول، أنت الثانوي يعني الذي تعتقد بإلهين اثنين، تقول بأنهما إلهان. زين، احنا نسألك هل كلاهما قويان أم كلاهما ضعيفان أم أحدهما قوي والآخر ضعيف؟ إذا قلت أحدهما قوي والآخر ضعيف، فمعنى ذلك أن الضعيف ليس إله، لأن الضعف صفة نقص، والإله لا يمكن أن يكون واجدا لصفات النقص. وقد ذكرنا في أحاديث ماضية أن واجب الوجود يجب بحكم الضرورة وبحكم العقل أن يكون واجدا لجميع صفات الكمال ومنزها من جميع صفات النقص، لأنه لو كانت فيه صفة نقص لاحتاج إلى غيره لرفعها، هو لا يتمكن من رفع تلك الصفة، صفة النقص. ليش؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، إذا هو فاقد لذلك الكمال فكيف يعطي ذلك الكمال لنفسه؟ إذا هو فيه نقص فكيف يزيل هذا النقص؟ هو بحاجة إلى غيره لإزالة ذلك النقص. مثل الإنسان عندما يكون فيه نقص يستعين بغيره فيزيل ذلك النقص من نفسه. زين، إذا هذا كان فيه صفة النقص، إذا واجب الوجود فيه صفة النقص، يحتاج إلى غيره، وذلك الغير يكون هو الإله لا هذا، لأن ذاك راح يكون الكمال المطلق، وهذا نقص بحاجة إلى من يزيل نقصه. فإذن إذا كان أحدهما قويا والآخر ضعيفا، فذلك الضعيف ليس بإله، لأنه لو كان إلها لم يكن يمتلك صفة نقص، بل كان ينبغي أن ويجب أن يكون منزها من جميع صفات النقص. ومن ذلك يتضح بطلان الشق الآخر، أن يكون كلاهما ضعيفين. إذا اثنيناتهم ضعيفين فحينئذ لا الأول إله ولا الثاني إله، للنقص الظاهر فيهما. نجي إلى الشق الآخر، أن يكون كلاهما قويين، الأول قوي والثاني قوي. زين، نسأل إذا كان كلاهما قويين هل يتمكن أحدهما من الغلبة على الثاني أو لا يتمكن؟ إذا تقول بأن أحدهما يتمكن من الغلبة على الثاني، فالثاني صار ضعيف مو قوي. لماذا؟ لأن الأول تغلب عليه، فإذا الثاني صار ضعيف فهو ليس بإله. لكن إذا فرضت أن كلاهما لا يتمكنان من الغلبة على الآخر، لا الأول يتمكن من الغلبة على الثاني ولا الثاني يتمكن من الغلبة على الأول، فهنا معنى ذلك أن كل واحد منهما عاجز، لأن الأول يعجز من الغلبة على الثاني والثاني يعجز عن الغلبة على الأول، فصارت فيهما صفة نقص. إذا صارت فيهما صفة نقص فليس بإلهين، لأن الإله هو المنزه عن كل نقص. إذا الإله الأول ما يقدر يتغلب على الإله الثاني، والإله الثاني ما يقدر يتغلب على الإله الأول، فمعنى ذلك أن كليهما عاجزان، الأول يعجز عن الغلبة على الثاني والثاني يعجز عن الغلبة على الأول، والعجز لا ينسجم مع ضرورة الوجود ووجوب الوجود. فإذن لا يمكن أن يكون لا الأول إله ولا الثاني إله. زين، هنا عدم التمكن من الغلبة على الآخر هذا صفة عاجز، وليس لأن ذلك هو محال ذاتا،
لا يتعلق به القدرة. مثال آخر، إذا أحدهما أراد شيئا والآخر أراد ضد ذلك الشيء أو نقيض ذلك الشيء، هسا نسأل سؤال، إرادة أيهما تتحقق؟ أحدهما أراد شيئا والآخر أراد عدم ذلك الشيء، فهنا إرادة أيهما تتحقق؟ وما يصير كلا الإرادتين تتحقق، يعني أفرض مثلا الأول قرر أن يخلق زيدا والثاني قرر أن لا يخلق زيدا، يعني أن لا يوجد زيد بهذا المعنى. زين هسه زيد يوجد لو ما يوجد؟ ما يصير هم زيد يوجد هم لا يوجد، هذا اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين محال. زين، فإرادة أيهما تتحقق؟ إذا إرادة أحدهما تحققت فمعنى ذلك أن الآخر ضعيف ولذا لم تتحقق إرادته، يعني أراد أن يوجد زيدا لكن زيد لم يوجد، لأن إرادة الثاني في عدم وجود زيد كانت أقوى، فالأول صار ضعيف، أراد شيئا لم يتمكن منه صار عاجز، والعاجز صفة نقص لا تنسجم مع وجوب الوجود ومع الألوهية، فذاك العاجز لا يكون إلها. زين، الإرادتان تعارضتا وتساويتا، لا إرادة هذا تقدمت ولا إرادة ذاك تقدمت، فهنا معنى ذلك العاجز في كليهما، الأول أراد شيء ما تحقق والثاني أراد شيء ما تحقق باعتبار تساوي الإرادتين، فالأول عاجز والثاني عاجز. وهنا ليس الشيء غير قابل لتعلق الإرادة به، في الحلقة الماضية ذكرنا شبهة البيضة ودخول الأرض في البيضة، وهناك قلنا إن الشيء قد لا يكون قابلا لتعلق القدرة به، فعدم تعلق القدرة به ليس عجزا، لكن هنا وجود زيد مثلا هذا أمر ليس محال ذاتي، يمكن أن تتعلق به القدرة، لكن القدرة لماذا لم تتعلق به؟ لمعارضتها بقدرة أخرى، يعني لعجز الإله الأول والإله الثاني. فبناء على ذلك إذا تعارضت إرادتيهما، إذا تعارضت الإرادتان ولم تتغلب إحداهما على الأخرى، الشيء المراد مو محال، الشيء المراد إلى قابلية للوجود وإلى قابلية للعدم، فلماذا لم تتعلق الإرادة به؟ لنقصها، لنقص في الإرادة باعتبار معارضتها بإرادة مساوية، فحينئذ عدم تحقق الشيء ليس لمحاليته ولا لعدم قابليته، وإنما لعجز في ذلك الإله الأول وفي ذلك الإله الثاني. فبناء على ذلك إذا كان كليهما، إذا كان كلاهما عاجزين لا يكونان إلهين. هذا هو البرهان والدليل الأول الذي يثبت التوحيد، ونحن حينما نعلم بأن هناك خالق إذا بطل التعدد في الآلهة يثبت الوحدة في الإله ويثبت التوحيد. يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في جواب الملحد الذي بعد أن استدل الإمام وأثبت له وجود الله سبحانه وتعالى، وقد مر شطر ذلك الكلام فيما مضى، هنا الملحد قال زين كيف تثبت أنه واحد؟ الإمام شنو يجاوبه؟ الإمام يقول لا يخلو قولك إنهما اثنان، يعني تقول إن هناك إلهين اثنين، لا يخلو من أن يكونا قديمين قويين، يعني كلاهما يكون قويا، أو يكونا ضعيفين، أو كلاهما ضعيف، أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا، واحد قوي والثاني ضعيف.
زين، إذا كانا قويين، القوي معناه أنه إذا أراد شيئا يتحقق. الله سبحانه وتعالى يريد شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد إرادة تكوينية يتحقق الشيء في الخارج يوجد، وإذا أراد إرادة تشريعية الحكم يصدر. فسواء أراد تكوينا أم أراد تشريعا مراده يتحقق في الخارج. في الإرادة التكوينية المراد هو وجود الشيء فيوجد الشيء، أو المراد عدم الشيء فيعدم الشيء. وفي الإرادة التشريعية المراد هو الحكم فيصدر الحكم، الله سبحانه وتعالى يشرع الأحكام وتشريع الأحكام، وهذه الأحكام المشرعة هي إرادته التشريعية، بمجرد أن أراد يصدر الحكم. زين، فإذا كان قويين ينبغي أن لا يمنع قدرتهما شيء. ونحن نرى في الإلهين الاثنين حسب الفرض، أحدهما إذا أراد شيئا والآخر لم يرده يحصل تعارض باعتبار تساويهما. فإن كانا قويين فلما لا يدفع كل واحد منهما صاحبه ويتفرد بالتدبير؟ يعني أحدهما لماذا لا يلغي الآخر؟ تقول لا يتمكن يعني عاجز، تقول يتمكن معناه أن الثاني هو العاجز، وإذا الثاني كان عاجز فليس هو إله. فإن كانا قويين فلما لا يدفع كل واحد منهما صاحبه ويتفرد بالتدبير؟ هذا معنى الآية الشريفة، وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. الله سبحانه وتعالى ليس معه إله لا شريك له، أنت تفرض أنه له شريك. زين، إذا هناك إلهين أحدهما شريك للآخر، النتيجة شنو؟ إذن يعني إذا كان له شريك لذهب كل إله بما خلق، يعني انحاز كل إله مع مخلوقاته، ولعلى بعضهم على بعض يعني تغالب هذا الإله على ذلك الإله، هذا الإله هو مخلوقاته وذاك الإله مع مخلوقاته. إذا حصل التعارض أيهما غلب معنى ذلك أن الآخر ليس بإله لأنه ضعيف، وإذا تساويا لا غالب ولا مغلوب معنى ذلك عجزهما كليهما، وإذا عجز فليس بإلهين لأن الإله لا يمكن أن يكون عاجزا. هذا كلام الإمام مستوحى من هذه الآية الشريفة. فإن كانا قويين فلما لا يدفع كل واحد منهما صاحبه ويتفرد بالتدبير؟ وإن زعمت هذا الشق الآخر أن أحدهما قوي والآخر ضعيف، وهذا واضح أن الضعيف ليس بإله، ثبت أنه واحد كما نقول، لماذا؟ للعجز الظاهر في الثاني. والشق الآخر بأن يكونا عاجزين فهذا واضح بأنه إذا كان العاجز ليس بإله فكلاهما ليس بإله. فبهذا الدليل نثبت التوحيد. فالحاصل أنه بعد أن أثبتنا وجود الله سبحانه وتعالى، يعني أثبتنا أن لهذا العالم خالقا، بعد إثبات ذلك نأتي إلى إثبات توحيده، وإثبات توحيده بأن الخالق بأن الإله يجب أن يكون قادرا على كل شيء. فإذا كان معه إله آخر فتعارضت الإرادتان، إذا لم يتمكن أحدهما من التغلب على الثاني فكانا عاجزين، والعاجز صفة نقص، فكلاهما ليس بإله. وإذا كان أحدهما غلب على الآخر فذاك الغالب يكون إله دون ذلك المغلوب لعجز ذلك المغلوب. وبذلك يثبت أن التوحيد هو أمر ضروري، وأن الشرك هو باطل ببداهة العقل. هذا هو الدليل الأول
الذي يثبت التوحيد. وأما الدليل الثاني وهذا الدليل أيضا يثبت التوحيد، هذا الدليل يحتاج إلى بيان مقدمة مختصرة. إذا أنت تشوف شيئيا اثنين، هناك شيئان اثنان، أفرض هذا كتاب وهذا ميكروفون، هذا الشيء وهذا الشيء، هذان الشيئان يجب أن يكون بينهما اختلاف، اختلاف في المكان، اختلاف في الزمان في بعض الأحيان، اختلاف في الأوصاف. الإثنينية هي بمعنى الاختلاف من بعض الجهات. يعني أنت أفرض مثلا أخوان توأمان، هل هما متفقان في كل جهة؟ لا، مختلفان في أكثر من جهة. أولا مختلفان في المكان، هذا يشغل حيز وذلك يشغل حيزا آخر، مختلفان في كثير من الصفات، وهكذا الأشياء المتعددة يختلف بعضها عن البعض الآخر، إما في الزمان إما في المكان إما في الشرط إما في الإضافة وإلى آخر ما يذكرونه في شروط التناقض. أنت الآن تريد أن تقول بأن، يعني الثانوي يريد أن يقول بأن لنا إلهين اثنين، زين، نسأل هذان الإلهان الاثنان متفقان من كل جهة؟ إذا اتفقا من كل جهة فهذا واحد مو اثنين، لأن الاثنين يجب أن يكون بينهما فرق ولو من جهة واحدة. أما إذا في كل شيء لا فرق لا فرق لا فرق، صار شيء واحد، هذا مو شيء، زين، تقول أكو بينهما فرق. إذا الفرق من كل الجهات فمعنى ذلك أن أحدهما كمال مطلق والآخر نقص مطلق، حتى يصير اختلاف من كل الجهات، أحدهما الكمال المطلق يعني عالم قادر وما إلى ذلك، والآخر نقص مطلق جاهل عاجز وما إلى ذلك. زين، إذا كان أحدهما الكمال المطلق والآخر النقص المطلق فذلك النقص المطلق لا يمكن أن يكون إلها، وذلك الكمال المطلق يكون إلها. إذا قلت لا، الاختلاف في جهة واحدة فقط، نقول زين هذه الجهة شنو هي؟ أحد الإلهين هو كامل من كل الجهات، الإله الثاني اللي تريد تثبته وتقول أنه يفترق عن ذلك الإله اللي هو كمال مطلق من جهة واحدة، معنى ذلك أن هذا الإله الثاني لازم يكون إلى نقص ولو من جهة واحدة حتى يصير فرق بينه وبين ذلك الإله الأول، لأن ذلك الإله الأول كمال في كل الجهات، هذا الإله الثاني يختلف عنه بأن له نقصا في جهة واحدة. زين، إذا إلى نقص في جهة واحدة فمعنى ذلك أنه ليس بإله، لأن القديم لا نقص فيه، فإذا كان فيه نقص ولو من جهة واحدة احتاج إلى غيره لزوال ذلك النقص، والاحتياج لا ينسجم مع ضرورة الوجود ووجوب الوجود. وهذا الدليل الثاني الذي يذكره الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. فإن قلت إنهما اثنان، زين، هذا البدء في الدليل الثاني، لم يخلو من أن يكونا متفقين من كل جهة، يعني من كل الجهات متفقين، ماكو فرق بينهما، وجودهم واحد، علمهم واحد، حياتهم واحدة، قدرتهم واحدة وما إلى ذلك، هذا صار واحد مو اثنين، وهذا يثبت التوحيد. لم يخلو من أن يكونا متفقين من كل جهة أو متفرقين من كل جهة. زين، إذا مختلفين من كل جهة
معنى ذلك أن أحدهما كمال مطلق والآخر نقص مطلق. فهنا الاختلاف من كل الجهة يسبب أن الثاني لا يكون إلها، وإذا اختلاف من جهة واحدة فذلك الذي لا توجد فيه صفة كمال حتى يصير اختلاف بينه وبين ذلك الأول، هذا الثاني يكون ناقص عاجز، وإذا كان ناقصا عاجزا عن أن يكمل نقصه لأن فاقد الشيء لا يعطيه، يحتاج إلى ذلك الأول لكي يبدل نقصه إلى كمال، فحينئذ صار محتاج ولا يمكن أن يكون إلها. فالإمام عليه الصلاة والسلام بعد هذا التقسيم يقول: الآن نحن حينما نأتي نشاهد أن هذا العالم كامل، نظام متكامل من كل الجهات لا نقص فيه، فنعلم أن خالق هذا العالم لا نقص فيه، وذاك الثاني اللي فيه نقص من جهة ليس خالقا لهذا العالم، وحينما هو ناقص من جهة يكون محتاج فلا يكون هو خالقا. فمن يزعموه أنه الإله الثاني مثلا المجوس الثانوية يعتقدون بإله الخير وإله الشر، زين ذاك إله الشر بنقص لو ما بنقص؟ بنقص، فإذا هو فيه نقص فهو مخلوق، ونحن نقول بوجود موجود، هذا الموجود منبع الشرور وهو الشيطان إبليس، هو مخلوق وليس خالقا. هؤلاء الثانوية لقصور في الفهم، حينما يجدون الشر موجود في العالم يقولون زين مو معقول أن الخالق الله الرحيم الرؤوف يكون خالق لهذا الشر، فلا بد أن يكون خالق للشر غير الله، ذلك الخالق للشر إله ثاني يعبرون عنه بالأهرمان. الأهرمان إله الشر عندهم، زين الأهرمان هو نفس إبليس وإبليس مخلوق، والله سبحانه وتعالى صحيح أنه لا يخلق الشر وأن كل ما خلقه خير، لكن الشر ينشأ من الموجود المختار. بيان ذلك، الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلقه خيرا، الحديث الشريف كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه هما اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه. كل مولود عندما يولد يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله سبحانه وتعالى خلقه خيرا، لكن هذا الإنسان بسوء التربية يبدأ بعمل الشرور، فعندما ترى شرا هذا الشر لم يكن من خلق الله سبحانه وتعالى مباشرة، وإنما الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ولمصلحة أعطى الإنسان القدرة والاختيار، هذا الإنسان هو الذي يعمل الشر. الآية الشريفة ماذا تقول؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. طبعا هناك بحث آخر سيأتي مستقبلا أنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بتقدير من الله سبحانه وتعالى، والتقدير لا ينافي الاختيار، وهذا بحث لأنه مفصل سنتركه في موضعه إن شاء الله تعالى وسيأتي. ولكن بشكل مجمل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الناس سبب لظهور هذا الفساد، أو الجن لأن الجن أيضا مخلوق مختار، يعني إبليس عندما الله سبحانه وتعالى خلقه لم يخلقه شرا، وإنما إبليس تمرد على أمر الله
فهو الذي حول نفسه إلى شر، وبدأت تصدر الشرور منه. فلذلك الله سبحانه وتعالى مثلا في آية أخرى الله يقول ولا يرضى لعباده الكفر. الله سبحانه وتعالى ما يرضى لعباد الكفر، بمعنى أنه لم يشرع لهم الكفر وإنما شرع لهم الإيمان، آمنوا. لكن إذا واحد ذهب وكفر، كفره ليس بتشريع من الله سبحانه وتعالى ولا بجبر من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، وإنما كفره من نفسه. صحيح الله خلق هذا الإنسان، لو ما كان يخلقه ما كان يصير كافر، لأنه يصير سالب بانتفاء الموضوع. الله إذا ما كان يخلق الإنسان ما كان هناك شر على وجه هذه الأرض مثلا، إذا ما كان يخلق الموجود المختار لم يكن شر، لكن الله سبحانه وتعالى حكمته اقتضت أن يخلق هذا الإنسان ويخلقه مختارا، فالإنسان يعمل الشر. فبناء على ذلك ليست مخلوقات الله سبحانه وتعالى فيها شر، وإنما الشر ينشأ من سوء الاختيار. ولذا الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني خلقنا الإنسان في أحسن تقويم جسما روحا نفسا، لكن جعلناه مختارا وبينا له طريق الخير وطريق الشر وهديناه النجدين. هذا الإنسان إذا اختار الشر الله سبحانه وتعالى يرده إلى أسفل السافلين، وإذا اختار الإيمان والعمل الصالح هذا يبقى في أحسن التقويم. ما أصابك من سيئة فمن نفسك بسببك. صحيح الله قدرها، لأنه لا يكون شيء بدون تقدير من الله سبحانه وتعالى، ولكن أنت باختيارك ذهبت فوقع عليك الشر بسوء اختيارك. زين، نرجع إلى كلام الإمام عليه الصلاة والسلام. فالإمام يقول إن الذي يدل على التوحيد هو أنك لا ترى في هذا العالم خللا، وهذا يدل على أن خالق هذا العالم هو إله كامل من كل الجهات. وكما يقولون إن أنت عندما تتعمق في المخلوقات كما يتبين لك الخالق كذلك تتبين لك صفات الخالق، يتبين لك أنه كامل من كل جهات، أنه عالم قادر حي وما إلى ذلك من الصفات الذاتية أو صفات الفعل. وعلى ذلك فالثاني الذي له صفة نقص ذاك ما يكون إله، لأنه أنت ما تشوف في هذا المخلوق من تفاوت، ما تشوف في هذا المخلوق من نقص، فمعنى ذلك أن ذاك الثاني ليس خالقا له، وأن ذلك الثاني ليس بخالق أصلا، وأن ذلك الثاني ليس بإله، وأنه ليس بموجود أصلا. وإذا كان شيء موجود فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. يقول فلما رأينا الخلق منتظما منظم في كل الجهات، حتى في العلوم الطبيعية وعلم الفلك وعلم الأحياء عندما يبحثون عن المخلوقات لا يجدون فيها خلل، كلها على دقة متناهية من غير خلل فيها، وحتى إذا وجدوا شيئا لا يعرفون علته يبحثون عن ذلك، لأنهم بفطرتهم يعلمون أنه لا يوجد شيء عبث، وكل شيء بنظم دقيق وحكمة دقيقة. فلما رأينا الخلق منتظما والفلك جاريا، الفلك مسير الأجرام السماوية من كواكب ونجوم وما إلى ذلك، هذا المسير والطريق يسمى الفلك، والفلك جاريا والتدبير واحدا، ماكو تدبيريا، تدبير واحد، لأن أنت عندما تنظر إلى هذا الكون تجد سلسلة مترابطة، كل شيء مرتبط
بالآخر في نظام دقيق متناهي في الدقة، والتدبير واحدا، والليل والنهار والشمس والقمر عندما تنظر إلى هذه المخلوقات سواء كبيرة أم صغيرة، تنظر إلى الذرة أو إلى المجرة، دل صحة الأمر والتدبير وإتلاف الأمر على أن المدبر واحدا. فنلخص كلام الإمام عليه الصلاة والسلام، الإمام استدل بدليلين لإثبات التوحيد، وكلاهما مقتبسان من القرآن الكريم. الدليل الأول القوة، والدليل الثاني الاختلاف من جهة أو من جهات. وهناك دليل ثالث يستدل به الإمام، وهو ما يعبر عنه بدليل الفرجة. لعلنا نتكلم حول هذا الدليل وتوضيح هذا الدليل في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Oh.